السلام عليكم ومرحبا بكم بمناسبة هذا اللقاء السعيد أعلمكم بأن هذا هو موقعي الوحيد على الانستغرام وأشكر الجمهور الوفي وكل من أحبنا وتعاطف معنا وسندنا في الأعوام الصعبة الى يومنا هذا وايضا تحيه التقدير وترحم على كل اخواني الفنانين الذين رحلوا عنا واتمنى من الدوله ان تعتني باولادهم واهلهم واتمنى لهم ان تتغير احوالهم الى ما هو خير واسعد وافضل شكرا لكل شعب على تقديره واحترامه لنا بارك الله فيكم